الفنانة نشوى مصطفى اتجوزت مرة واحدة من شخص من خارج الوسط الفني اسمه عماد، كان ده في بداية التسعينات. نشرت إحدى المواقع الإخبارية صورة حفل زواج نشوى مصطفى اللي حضراتكم شايفينها، ملاحظين فيها حاجة قد تكون غريبة، إن تقريبا عدد كبير جدا من الممثلين والفنانين كانوا حاضرين في حفل الزواج ده. على أقصى اليمين في صورة صغيرة كده لرامز جلال. رامز جلال طبعا كان سنه أصغر من كده بكتير، جنبه احمد السقا اللي هو لابس نظاره، وعلى اقصى اليمين السيده سناء يونس الفنانه الراحله لابسه فستان مشجر واللي قاعده على الارض دي، وجنبهم كمان سامح السريتي اللي لابس قميص كاروهات، اللي قاعده على الارض اللي شبه ميمي شكيب دي الفنانه وفاء سالم. بعد كده في منال سلامه قاعده برضو على الارض وبتزغرط، وبعدين على اقصى اليسار الفنانه ناديه فهمي اللي كانت في الوقت ده زوجه سامح السريتي.